نعم سيد إسماعيل، إذا كنت تسمعني سيد إسماعيل، سألتك عن أهمية مشاركة فايز السراج في قمة عدم الانحياز في أذربيجان وقبلها القمة الروسية الإفريقية في روسيا. أداء سلبي للأسف، سيء جدا. هذه الحكومة في إفريقيا، نتمنى وننادي القوة السياسية الموجودة في مجلس النواب في طرابلس والقوة السياسية الموجودة في مجلس الأعلى الدولة لإصلاح حقيقي في هذه الحكومة. صدقني هذه الحكومة لم تعد تمثل أي طرف سياسي في المشهد، ووجودها سيكون له تأثيرات سلبية على المشهد السياسي والعسكري والميداني. الوجود السياسية لسيد السراج إلى روسيا، وكذلك لقائه والكلمة التي ألقاها وما تناولته الصحف الروسية، كلها إن هناك خلل سياسي داخلي في المشهد السياسي في ليبيا. علينا إصلاح الجبهة الداخلية قبل كل شيء، لأننا نحن نمر بأزمة حقيقية خطيرة جدا، وأصبحت الأزمة في ليبيا أصبحت قضية وجود، وعلى القوة السياسية إحداث نوع من الإصلاح الحقيقي. سيطرة لوبي المال السياسي الفاسد على حكومة الوفاق هو من وضع هذا الخلل الحقيقة التي نعاني منه. الردود السياسية كلها بطريقة سيئة جدا، ولم تحقق هذه المشاركة السياسية أي نجاح سياسي، لأن حكومة الوفاق لا تمتلك رؤية عمل سياسي دبلوماسي نصيحة.